حمولة بتسعة أطنان هي الدفعة الأولى من المواد الانتخابية من بينها الحبر الانتخابي وأقفال صناديق الاقتراع وصلت اليوم من جمهورية الصين الشعبية إلى المطار العسكري بالعوينة بعد رحلة جوية دامت أكثر من 40 ساعة مع توقف تقني في كازاخستان. العملية كانت بالتنسيق كبير مع وزارة الدفاع مشكورة وجيش طيران تونسي خاصة على مساعدته للهيئة وتسخير طائرة عسكرية لجلب الحبر الانتخابي في أجيال قياسية. تعرفوا أنه فما ضغط وقت وضغط رزنامة، هذاك علاش خلينا الوزارة مشكورة هي اللي خلتنا نتمكنوا من الحصول على المواد هذه في أجيال قصيرة. عملية تنسيق كبيرة تمت بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكل من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مع السلطات الصينية ووزارة الدفاع الوطني للقيام بهذه المهمة في ظل الإجراءات الاستثنائية في الصين على حركة الطيران. رغم الإجراءات الصحية الصارمة التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية بسبب جائحة كورونا، إلا أنه تم تسخير هذه الطائرة العسكرية لنقل المواد الخاصة بعملية الاستفتاء من أقفال وحبر انتخابي، وهي مواد أساسية لكل عملية انتخابية. وفي مرحلة ثانية تم شحن هذه المواد من المطار العسكري بالعوينة إلى المخازن المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ببن عروس. وإحنا بدورنا باش يتم توزيعها على كامل الهيئات الفرعية داخل أرض الوطن وأيضا على كامل الهيئات الفرعية خارج أرض الوطن، باش هكاك إن شاء الله نهار 25 جويلية كل مراكز ومكاتب الاقتراع التابعة للهيئة في تونس ولا خارج أرض الوطن تكون عندها المواد الانتخابية هذه. دفعة أولى من المواد الانتخابية تم تلقيها اليوم في انتظار دفعة ثانية في بداية جويليا القادم لتوفير الكميات الكافية لتغطية استفتاء 25 من شهر جويليا والانتخابات التشريعية في ديسمبر 22 و2000.